كتب التفسير وإحنا نقرأ الفاتحة أن المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالين وعصاة الموحدين، هين يكونوا ذلك نحبهم. ولذلك اعترض، شوف راجع المجلد 19 من قاموس الشريعة تجد هناك اعتراضا من العيار الثقيل على هذا التفسير، تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين النصارى. قال ما شغرهم ذي، لا مغضوب عليهم والضالين، الله ما يغضب على أهل الكبائر ولا يحبهم ذي ويرضى عنهم. إذن المغضوب عليهم والضالون كل من خرج من الدائرة الأولى. احنا ما نحصر استعاذتنا فقط من أن يحشرنا الله مع المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، كلا، بل كل مقارب لكبيرة مقيم عليها غضب الله عليه ولم يرضى. فحصر هذا التفسير المغضوب عليهم والضالين في اليهود والنصارى هذا غير مقبول اطلاقا.